مساحتنا الأولى سمر رح تكون مع العمل التطوعي والاستثمار ببناء فكر الإنسان مع مؤسسة روز للتنمية اللي تم إشهارها ب 27 من شهر كانون الثاني لهالعام ضمن حفل من رؤية وإخراج عوض قدور. بدنا نحكي أكثر عن هالمؤسسة، عن عملها وأهدافها، وأكيد معنا رامية نصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة روز للتنمية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، الله يخليك يا رب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. الله يخليك يا رب. بالبداية خلينا نحكي أول شيء مبروك الإشهار. الله يبارك فيك. ثاني شيء خلينا نتعرف أكثر على مؤسسة روز للتنمية، كيف خطرت ببالك الفكرة ومن أمتى انطلقتوا؟ أول شيء نحن مجموعة شباب وصبايا، نحن أربعة أشخاص: كاترين الشهراني، سعد عامر، آية الشوفي، ديما الحسين، وبعض من الأشخاص اللي موجودين طبعا الداعمين بآرائهم وفكرتهم. حبينا نعمل شيء بهم المجتمع، هو تنشئة وتنمية جيل شباب وتنمية مهاراتهم وتهيئة كادر ليدخل سوق العمل. فهي كانت الفكرة، انه لا لازم نعمل شيء تنموي. نحن مشاريع تنموية بتدعم الاقتصاد وبتدعم الاجتماعي والثقافي والتعليمي وهو الأهم. نعم. طيب خلينا نحكي شوية عن أهداف هاي المؤسسة، وخلينا نقول ليش طلعت بهذا الوقت بالذات؟ طلعت بالوقت هذا لأنه سوريا بحاجتنا، ولازم نكون إيد بإيد لنقدر نصنع بلدنا من أول وجديد، لأنه انهارت بشبابها، انهارت بتفكيرها. كان الغزو اللي موجود علينا هو غزو ثقافي وتعليمي، لذلك نحن حبينا نكون ايد وحدة من خلال اهدافنا. اهدافنا هي دعم التعليم والابتكارات والاختراعات والعلوم التطبيقية بكافة اشكالها، الورش المهنية، اهم شيء تطوير الورش المهنية لدمج هذا المتدرب بسوق العمل عن طريق الورش المهنية، ودعم العجلة التنمية الاقتصادية وتطويرها من خلال طبعا حاضنات التقنية واستشارات عمل، كمان برامج حضارية وأحياء الحضارية، كمان من خلال تدوير النفايات، من خلال الطاقة البديلة، وكمان في نادي تماما هي ونادي برمجي، نادي روبوتك. بالنهاية هو بناء إنسان. تمام. خلينا نحكي قبل حفل الإشهار كان في عندكم مبادرة، خلينا نحكي شو كانت المبادرة، عن شو يعني شو كان هدفكم من هي المبادرة كمان؟ هلا قلنا احنا الوضع الاقتصادي اللي موجود بالبلد وشبابنا اللي حابه تتعلم، وشفتي التعليم شوي صار صعب، الوقت مضمون الكتب كثير في معلومات والوقت ما عم يسمح لهم، فحبينا نعمل مبادرة. نحن هي المبادرة هي مجاني لطلاب التاسع وشهادة البكالوريا بكافة اختصاصاتها، مجاني للطالب، وكانت بفترة العطلة الانتصافية، كانت دعم للطالب وتوفير يعني درس خصوصي عليهم. طيب خبرينا مؤسسة روز نشاطاتها هي فقط بمحافظة السويداء ودمشق ولا تمتد لعدة محافظات، أو من هناك من خطط للامتداد أكثر؟ هلق الخطة اللي نحن أسا راسمينا هلق رح تكون على مستوى سوريا، مش بس محافظة السويداء، كانت البداية محافظة السويداء ورح تنطلق إن شاء الله يا رب بالعمل الجماعي أكيد. ونحن منعزز فكرة التشاركية العمل. تمام. بداية حفل الإشهار كان عرضتوا فيلم وثائقي عن المرأة السورية عبر التاريخ، شو عملت المرأة السورية، بشو تميزت؟ خلينا نحكي عن سبب اختياركم المرأة السورية بحفل الافتتاح كأول فيلم. هلق الفيلم أنا اعتبرته الحفل الإشهار هو كان مهرجان وليس حفل إشهار. نحن عرضنا فيلم للسيدة الأولى لأنه السيدة الأولى هي نحن مثلنا الأعلى، مثل المرأة السورية. صمدت المرأة السورية وصمدت السيدة الأولى بمرضها، عرفتنا كيف نكون أقوياء، حطت لنا الخطوة الأولى شو هي أنه نحن نستثمر ببلدنا، نستثمر بأولادنا، ما نيأس، ما في شيء اسمه مستحيل. لذلك نحن حبينا نطلع بشيء حلو باسم محافظة السويداء، نقدم هدية للسيدة الأولى لأنه هي أيقونة الأمل. نعم.
طب خبرينا هيك بالفرقة التطوعية الموجود أو المتطوعين الموجودين معك، كيف عم تكون روح العمل، هذا الإصرار يعني من أول الأزمة بسوريا وبلشت الفرقة تطلع، هل ما زال لساتا روح الحماسة موجودة ليعملوا شيء؟ أكيد، لأنه نحن بنعتبر حالنا عائلة، ما بنعتبر لا مدير ولا موظف ولا شيء، نحن عائلة وحدة مكونين من اخوه وخوات حابين نعمل شيء ونتميز ببلدنا، لانه الخندق الاول لمحاربه كل شيء هو التعليم وبناء الانسان، لذلك نحن عم ننطلق من هذا المنطلق، فاذا نحن اذا ما كنا هيك ككادر اكيد نحن ما رح نعطي الانطباع للناس هيك. اكيد، خلينا هلا نحكي اكثر عن اهميه الاستثمار بالانسان والتعليم، اكيد المتلازم مع التنميه برايك. هلق كمشاريع بدك او كانسان يعني كيف؟ كانسان وكمشاريع. هلق نحن كمشاريع تنمويه في عنا مشاريع اقتصاديه متناهيه الصغر مثلا هيك كورش مهنيه، في عنا هلق مشان شبابنا بتعرف الحرب، في مثلا شباب انبترت رجلهم ايدهم يعني فقدوا، بس الحمد لله انه العقول موجوده، في عنا هي الورش هي مثلا صيانه موبايلات لابتوبات، في المراه السوريه اللي فقدت زوجها او ابنها هي اللي هلق متحمله مسؤوليه نفسها في عن طريق تكون خياطه كوافير، هي الامور هاي. كمان في عنا الشباب كمان يعني ان كان نساء او رجال، يعني في تهيئه كادر بشري عن طريق دورات صعوبات التعلم، عن طريق المنتسري، عن طريق اداره الاعمال، هي الامور هاي كثير بتلعب دور صارت بالمجتمع هلق. نعم، طب خلينا نحكي يا روز الفئات المستفيدة من مؤسسة روز للتنمية من هي، وهل هناك أولويات ببرنامج عملكم؟ هلق نحن الأطفال والشباب هاي بتخص التنمية، أما الورش المهنية اللي هو اللي قادر مثلا في عنا أولاد مثلا عمرهم 14 سنة هلق ما عندهم، ما بدهم يتعلموا، بدهم يتعلموا مهني، فنحن بنجيب هذا الطالب وبنعلمه ورشة مهنية، وممكن نجارة، ممكن كهرباء، ممكن أي شيء، بس بيضل تحت عيننا لأنه لازم يكون في مراقبة لهذا الطفل. في شراكات حكومية أو خاصة؟ هلق نحن رح نتعامل معهم، إي لازم يكون في عنا شراكة كمان مجتمعية وزائد حكومية إن شاء الله يا رب. هلا مثل ما حكيتي إنه أنتم حتقدموا العون للطلبة الموجودين عندكم، ممكن تأمنوا لهم فرص عمل مناسبة؟ شو مشاريعكم للطالب؟ يعني أنتم بعد ما علمتوا، بعد ما دربتوا، بعد يعني ما أنت قلتي تابعتوا للطالب، بعدين ممكن أنتم تأمنوا له فرص عمل مناسبة ولا؟ أي طبعا. لا مو بالفكرة. إحنا أول شيء دمجوا بسوق العمل، هي الفكرة، بعد تعليمه دمجوا بسوق العمل ومتابعته كمان، مش بس خلص علمنا وخلص، لا نحن لازم نتابعه لنصل لنتيجة. أكيد. طيب كل اللي حابب يتطوع بمؤسسة روز للتنمية كيف بتستقبلوا المتطوعين اللي حابين يعني يكونوا معكم بهي المؤسسة؟ هلق أهم شيء تكون البيئة صحيحة اللي بده يتطوع معنا، لأنه نحن بهمنا يكون هذا الإنسان عنده فكر، مش جاي بس لأنه تحت غطاء أنه مؤسسي تطوع. لا نحن ما بدنا هيك، عم نفكر تعليمي، عم نفكر تنموي، عم نفكر ثقافي، ندعم بعض، لذلك نحن رح نختار بيئات صح. تمام. خلينا نحكي ونرجع لحفل الإشهار، بختام الحفل قدمتوا بطاقات شكر وتقدير لبعض من الأشخاص، مين هن الأشخاص؟ مين الفئة اللي كانت مستهدفة اللي أعطيتوها بطاقات شكر؟ هدول الأشخاص هن يعني عاملين بالمجتمع وظاهرين بعملهم الإنساني والاجتماعي، ومن مثل ما بيقولوها من حالهم، يعني ما حدا عم يقول لهم اشتغلوا هيك، كان لهم بصمة، فبصمتهم هي واضحة جدا. تمام. وكان بالحفل كمان في بنهاية الحفل بعد تكريم هدول الأشخاص كمان كرمنا السيدة الأولى بلوحة. تمام. هاي اللوحة هي أيقونة الأمل اعتبرناها، وكمان في معنى اللوحة هو الأمل، هو سوريا الجديدة اللي رح تكون اللي نحن بننظر لها من خلال عيون السيدة الأولى. أكيد.
طيب شو علمتك هيك هي التجربة بالعمل التطوعي، وخاصة مثل ما قلنا بهالظرف الاستثنائي اللي عم تمر فيه بلدنا الحبيبة، كوضع اقتصادي أو معيشي صعب اليوم، كتير بحاجة ل مثل ما بيقولوا تصويب الأهداف لخاصة هذا الجيل. هلا بدها تعب شوي لنقدر نوصل للجيل، لانه الجيل صار عنده افكار انه نحن الحرب، صار عنده الافكار ما عاد التعليم او ما عاد في براءة الطفولة للاسف، رح نبلش وننشئ من الجيل الصغير، بس ننشئ الجيل الصغير اذا بلشنا بالبلد صح. اكيد اكيد، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، واكيد تسلموا لي يا رب، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا رب، خلي لي اياك موفقين يا رب، وان شاء الله فعلا تلاقوا هيك بصمه مميزه بالمجتمع على ارض الواقع بين كمان فئات المجتمع جميعا. شكرا لوجودك، تسلموا لي يا رب، شكرا.